وقع المتسابق الدولي وبطل سباقات الكارتينج شهاب بن أحمد الحبسي عقد دعم ورعاية مع شركة ظفار للسيارات خلال الفترة المقبلة ولمدة 3 سنوات، وذلك للمشاركة في بطولة العالم والنهائيات الكبرى والبطولات الأوروبية والتي ستقام خلال العام الجاري والأعوام المقبلة في عدة دول أوروبية. طبعاً هذا الدعم يعطيني كثير، يعني يعطيني حافز كبير اللي أوصل إلى منصات التتويج، وطبعاً هذا أول دعم حالي يكون كبير إن شاء الله. أنا أحاول يعني أبذل قصارى جهدي إلى أوصل منصات التتويج، بحاول يعني أكثر شيء، وطبعاً هذا أول دعم حالي يكون، وطبعاً تعرف الإحساس يكون حلو يعني.